السيسي يؤكد أن الجامعات المصرية ستواكب نظام الاختبارات المميكنة ضمن خطة تطوير التعليم العالي. تركيا تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا وتقصف مجددا منطقة رأس العين. جونسون يبدأ اليوم مهمة إقناع البرلمان البريطاني باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. العشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرينتش، هذه جولة إخبارية جديدة تأتيكم من إكسترا نيوز، بدايتها وكالمعتاد مع جمانة ماهر. تفضلي جمانة. شكرا لك أحمد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد بدوره أن كلية الطب كانت حلما بالقوات المسلحة وأنه كان يتابع إنشاء الكلية بشكل شبه يومي. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة أن الكلية شهدت اختبارات قبول لها وتم الاستفادة من تجارب دولية أجنبية ومن أعرق كلية الطب في العالم. احنا بنتكلم على موضوع بقاله 6 سنين، وبعدين النهاردة احنا بعد 6 سنين بنشوف أول يعني أول ضوء منه. بس أنا عايز أقول لكم، اوعوا تفتكروا أن الحلم خلال 6 سنين كان ثابت الكلية كده. لا، الكلية دي كانت بتتابع مني بشكل مستمر يوم بعد يوم. وأنا بقول الكلمة ديت مش عشان أسجل أكتر من إحنا لو كنا عايزين ننجح. إحنا كمصريين في كل إجراء بنعمله كل مسؤول يتابعه لغاية لما يخلص وحتى بعد ما يخلص. إذا كنتوا عايزين تنجحوا وتسبقوا الدنيا وتبقوا حاجة يعني دولة ذات شأن، اوعوا تفتكروا إن التمن بتاعها كلام. التمن مش كلام، التمن عمل. أنا عايز أقول لكم إن الاختبارات اللي اتعملت للطلبة ديت، لما بدأنا نتكلم في الموضوع دوت أنا قلت الكلية تختبر بالكامل. كما شدد الرئيس السيسي على أن الدولة تسعى لتطبيق فكرة الاختبارات المميكنة في جميع الجامعات خلال 2 ضمن خطة تطوير التعليم العالي. نعمل اختبارات مميكنة في الأول لكليات الطب في مصر بالكامل، عشان أرجو أن الكلام ده ما يمسش أي حد، يعني عشان نحيد تماما العمل البشري، ما يبقاش في مجال للمجاملة يقول لك ده ابن فلان ولا أصله هو خد الامتحان ولا قدم مش عارف إيه. لا 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 لا، وإحنا رايحين لكده، مش بس في كليات الطب العسكري ولا في كليات الطب المدنية، لا إحنا بنتكلم على اختبارات. وإحنا ماشيين في البرنامج ده، معرفش الدكتور خالد وزير التعليم العالي قال الكلام ده ولا لا، ماشيين على ان احنا نميكن ونحيد كل الاختبارات في الدولة المصرية فيما يخص الجامعة. لما نيجي نقول هنعمل تطوير في التعليم، مش هي جامعة جديدة بس، لا، هو الاسلوب والمسار اللي احنا هنتعامل بيه مع اولادنا وبناتنا في الاعداد والتأهيل والاختبار والتقييم، عشان كل واحد ياخد حقه. هذا ودعا السيسي جميع المصريين إلى نبذ فكرة المجاملة باعتبارها مدخلا للفساد وسببا لتأخر الدولة في جميع المجالات. المجاملة فساد، المجاملة فساد. لو انتوا عايزين تكافحوا الفساد في بلادكم ما تجاملوش حد، ما حدش يجامل حد، وما حدش على الأقل باسمي. لما حد يجي لكم باسمي يقول لك انا قريبه كذا ولا كذا، انا بتكلم عن نفسي عشان تبقى الرساله لثالث مره بقولها على الهوا، من فضلكم. طب والله 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 انا بحلف ثلاثه بالله العظيم، انا عمري ما جاملت وانا بس اخد بيتي في الجيش مخلوق. فانتوا كمان يا مصريين لو سمحتوا ما تجاملوش حد من اول. انا لما حد يقول لك انا فلان كذا كذا مش عارف ايه، اديله حقه لو كان ليه حق. وعلى هامش الاحتفال، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي انواط الواجب العسكري من الطبقه الثانيه للاوائل من خريجي الدفعه الاولى لكليه الطب بالقوات المسلحه. جاء ذلك تقديرا من الرئيس السيسي لادائهم واجباتهم بتفان واخلاص
أثناء فترة دراستهم بالكلية. أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية لأمير الكويت، وذلك عقب عودته لبلاده قادما من الولايات المتحدة بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية الناجحة هناك. من جانبه أبدى الشيخ صباح تقديره للرئيس على مشاعره الصادقة، مؤكدا على ما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين البلدين. بدأ أعضاء البرلمان الليبي في التوافد إلى القاهرة بناء على دعوة من مجلس النواب المصري، وذلك من أجل عقد اجتماع لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الليبية ووضع خارطة طريق لإيجاد حل ليبي ليبي. تجرى الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم في الفترة من 14 إلى 17 من ديسمبر القادم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشكلت إدارة المنتدى عدة لجان شبابية لتنظيم هذا الحدث رفيع المستوى الذي يجذب الشباب والزعماء والقادة والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم. هذا ويشهد منتدى هذا العام مناقشات ثرية حول الشباب والإبداع والتنمية، كما يركز على عدد من القضايا الجديدة والملحة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائي وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي. واصل العدوان التركي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بقصف مدينة رأس العين في الشمال السوري. أكدت مصادر أن الجيش التركي ما زال يستهدف مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية برغم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يستمر لخمسة أيام بحسب الاتفاق الأمريكي التركي الذي تم التوصل إليه. خضع أردوغان للضغوط الأمريكية وقرر وقف عدوانه العسكري على شمال سوريا بعد لقائه مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، بينما اعتبر أنصار جماعة الإخوان الإرهابية هذا التراجع والهزيمة لأردوغان بمثابة انتصار. كعادته دائما تراجع أردوغان وخضع للضغوط الأمريكية وأعلن عن وقف العدوان العسكري على شمال سوريا بعد لقائه مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، والذي قال إن بلاده حذرت من عقوبات قاسية على تركيا في حال لم يتم التوصل لاتفاق لوقف النار. تركيا Cumhuriyeti'nin tarihinde bir devlet olarak bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak yoktur ve bundan sonra da bizden böyle bir şeyi beklemeyin. Buna da ihtiyacımız yok. Barış Pınarı Harekatı Münbiş'ten Irak sınırına kadar olan hattın tamamında daha önceden ilan ettiğimiz 30-35 kilometre. A week ago, Turkish forces crossed into Syria. Earlier this week, President Trump took decisive action to call on Turkish forces to stand down, to end the violence, to agree to negotiations. And today, I'm proud to report thanks to the strong leadership of President Donald Trump and the strong relationship between President Erdogan and Turkey and the United States of America, that today the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria. أردوغان المهزوز الذي قال قبل ذلك إنه لن يقابل مايك بنس والوفد الأمريكي ولن يتحدث معهم وسيقابلون فقط نظراءهم في تركيا.
لم يصدق كعادته في تصريحاته، فسرعان ما تراجع وجلس معهم على مائدة واحدة. Based in Istanbul, but I'm from Sky News in Britain. The American delegation is coming here. Are you worried about it? Will you be seeing them? American delegation will be coming. Why would we be concerned about it? What will you be saying to them? Onlara neler diyeceksiniz? Ben dimdik ayaktayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim. I'm standing. I'm not going to talk. Onlar karşılarıyla görüşür. They will be talking their counterparts. Ben Trump geldiği zaman konuşurum. When Trump comes here, I'll be talking. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. أنصار جماعة الإخوان الإرهابية اعتبرت تراجع أردوغان وهزيمته انتصارا. فالقيادي بجماعة الإرهابية محمد الجوادي والهارب بتركيا اعتبر إجبار أردوغان على وقف العدوان على سوريا بمثابة انتصار لتركيا قبل فوات الأوان، داعيا بالمجد للجيش التركي الذي قتل المئات من المدنيين العزل. الغريب أن الجوادي افترض أن الشارع العربي كله سيخرج ليحتفل بانتصار تركيا المزعوم التي قال إنها حاربت للعرب وهم نيام، على الرغم من أن أردوغان لا يزال يحتل أراضي عربية ويتحدى السيادة العربية، ورغم أن أردوغان تعرض لإهانات غير دبلوماسية في خطاب رسمي من البيت الأبيض، إلا أن حمزة زوبع يرى أنه من الأقوياء الذين لا يحترم العالم غيرهم في تفسير غريب لمفهوم القوة. الإعلامي الإخواني أحمد منصور هو الآخر أعاد نشر تصريحات ترامب بشأن أردوغان متباهيا، لكنه قبل ساعات كان غاضبا من لهجة خطاب ترامب العنيفة مع أردوغان. وبينما يعرف العالم أجمع أن أردوغان أوقف مدفعيته نزولا على تهديد ووعيد واشنطن، إلا أن منصور وصف الخطوة بالانتصار وأسمى التهديد مفاوضات. الإخوان إبراهيم الحمامي اعتبر أن الاتفاق بين قوات أردوغان وسوريا الديمقراطية بمثابة نجاح للعدوان التركي، متناسيا أن أردوغان وعد بالقضاء على وحدات حماية الجيش الكردية بحيث لا يبقي منهم أحدا، بينما هو الآن لم يملك سوى إبعادهم عن حدوده اتقاء لشرهم. وفي كوميديا ساخرة وصف أسامة رشدي ما حدث بالرضوخ للمطالب التركية، واصفا منتقدي هذا النصر الكاذب بتحالف الذباب الذين يهينهم ترامب يوميا. ترامب الذي قال لأردوغان أمام العالم أجمع لا تكن أحمق قبل ساعات من وقف إطلاق النار، فمن يا ترى الذي ذاق مرارة الإهانات؟ أما الإخواني الهارب محمد الصغير فمثله مثل سائر بني جماعته، يستخدم نفس مفرداتهم عن حرب تركيا على الإرهابيين وكونها ترفع راية الحق ضد الباطل دون أن يعقل ما يقول. فكيف يكون من حارب تنظيم داعش وساهم في دحره إرهابيا، وكيف ينعت من يواجه القتل والدمار غدرا داخل أرضه بالإرهاب ولكنهم كمن يحملون أسفارا وهم لا يفقهون؟ وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشامر اتفاق الولايات المتحدة وتركيا لوقف العدوان على شمال سوريا بأنه عار. قالت بيلوسي وتشامر في بيان إن الاتفاق يقوض وبشكل خطير مصداقية السياسة الخارجية الأمريكية، ويبعث برسالة وصفاها بالخطيرة بأنه لا يمكن الوثوق في واشنطن. قال زعيم الديمقراطيين في الكونغرس إن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على حزمة عقوبات مدعومة من الحزبين ضد تركيا. What's really sad about it is I pray for the president all the time, and I tell him that I pray for his safety and that of his family. I think now we have to pray for his health, because this was a very serious meltdown on the part of the president. About it is I pray for the president all the time, and I tell him that I pray for his. تسبب العدوان التركي على شمال سوريا بأزمة إنسانية جديدة في هذا البلد الذي يعاني من الحرب منذ أكثر من 8 سنوات. العرض التالي يستعرض حصيلة ذلك العدوان منذ بدايته.
إلى لبنان التي شهدت فيها عاصمتها بيروت ومناطق أخرى تجددا للتظاهرات التي انطلقت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وفرض مزيد من الضرائب. لجأ المتظاهرون إلى قطع عدد من الطرق وإشعال الإطارات وسط انتشار مكثف لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي. في ذات السياق عقد الرئيس اللبناني ميشيل عون اجتماعا مع مستشاريه صباح اليوم، وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن عون اطلع خلال الاجتماع على تقارير حول تطورات الأوضاع بالبلاد وأعطى التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص. وتعقد الحكومة اللبنانية اجتماعا طارئا اليوم لبحث الأوضاع في البلاد، فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني غسان حصباني في تصريح لإكسترا نيوز أن اجتماع الحكومة سيتخذ قرارات وصفها بالعاجلة لاحتواء الأزمة. كإجراءات عديدة قد اتخذت فيها الحكومة قرارات للمضي قدما فيها، من ضمنها بعض الضوابط على الفتوكيت، لكن هناك خطوات إضافية قد تتخذها الحكومة أيضا لاحتواء الحالة الواقعة، لأن الأزمة المالية والاقتصادية ليست مستحيلة أو مستعصية على الحل، لكنها تتطلب بجرأة من بعض الأفرقاء السياسيين الذين يتمتعون بامتيازات السلطة الحالية أن يتخلوا عن هذه الامتيازات بدل أن يضعوا الأضأ على المواطنين. أتوقع أن تأخذ الحكومة خطوات جدية في اجتماع المقرر، وأن لا يكون هناك تلكؤ في الشروع فورا بالإصلاحات البنيوية الكبرى التي تساهم في تعزيز المالية العامة وتعيد الثقة الاستثمارية بلبنان. حددت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر يوم 26 من أكتوبر الجاري موعدا لانتهاء أجال الترشح للسباق الرئاسي المقرر في 12 من ديسمبر القادم، كما أعلنت الهيئة عن بدء القضاء التحقيق في شكاوى تزوير وشراء استمارات توكيلات المواطنين للترشح للرئاسة. المزيد في سياق التقرير التالي. تسابق مؤسسات الدولة الجزائرية الزمن من أجل إتمام المسار الدستوري للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد عبر إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر المقبل، وذلك على وقع استمرار الحراك الشعبي بالبلاد. فحددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم 26 من أكتوبر الجاري آخر موعد للتقدم بملفات الترشح للماراثون الرئاسي، وذلك طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الرئاسية. يأتي ذلك بعد أيام من إقرار مجلس الوزراء الجزائري مشروع القانون المقدم من رئيس الأركان الفريق قائد صالح الذي يمنع العسكريين المتقاعدين من الترشح للانتخابات أو ممارسة نشاط سياسي لمدة 5 سنوات بعد إنهاء الخدمة، وإن كان يبقي على حقهم في التصويت في الانتخابات، وذلك ليسد الباب على أي صوت يتحدث عن طموح للمؤسسة العسكرية الجزائرية في السلطة، وأن الهدف من انحيازها للمسار الدستوري بالبلاد منذ تخلي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن منصبه هو الحفاظ على مؤسسات الدولة والخروج بها من النفق المظلم، بعيدا عن الدخول في فترات انتقالية قد تلقي بأعباء وتحديات كبرى على كاهل الدولة الجزائرية. وتزامن ذلك مع إطلاق مجموعة من الشخصيات السياسية البارزة ورموز من مؤتمر المعارضة وناشطين في الحراك الشعبي دعوة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية واقتراح إطلاق حوار وطني بين كل الأطراف بعد الاستجابة لمطالب رحيل رموز النظام من السلطة. إلا أن صالح أعاد وكرر التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد والذي وصفه بالموعد الحاسم، محذرا من أي محاولات لعرقلتها، متعهدا بأن من سيفعل ذلك سيلقى جزاءه العادل وسيتم تطبيق القانون بكل الصرامة المطلوبة في تلك الحالة. كما حذرت المؤسسة العسكرية بالجزائر من أسمتهم بأطراف مغرضة تحاول جاهدة ركوب المسيرة السلمية
وتسخير المال الفاسد واستعماله لتضخيم أعداد هذه المسيرات من خلال جلب مواطنين من ولايات خارج العاصمة للمشاركة في الحراك الشعبي المستمر بالبلاد منذ شهور. أعلن وفداء الحكومة السودانية والجبهة الثورية لمفاوضات السلام اتفاقهما على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع خارطة طريق للمفاوضات بينهما. جاء ذلك في ختام جلسة المفاوضات الأولى بينهما في مقر المفاوضات بعاصمة جنوب السودان جوبا مساء أمس، التي ناقشا فيها سير تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة الذي وقعه الطرفان في جوبا سبتمبر الماضي. شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث على ضرورة أن تعود الحكومة اليمنية الشرعية بسلطة كاملة إلى مدينة عدن. وخلال إحاطته مجلس الأمن بمستجدات الأوضاع في اليمن، أضاف جريفيث أن هناك بارقة أمل لحل النزاع اليمني، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية بدأت بالوصول إلى منطقة دريمي في الحديدة. يبدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم بعد عودته إلى لندن المهمة الصعبة، متمثلة في إقناع البرلمان البريطاني بإقرار الاتفاق الجديد بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي. كان جونسون قد أعرب عن ثقته من أن البرلمان البريطاني سيؤيد الاتفاق الجديد، ووصف الاتفاق بأنه رائع بالنسبة لبلاده وأيرلندا الشمالية، مضيفا أنها ستتمكن من ممارسة التجارة بحرية على حد تعبيره. تتواصل التظاهرات والاحتجاجات في مدينة برشلونة بإقليم كاتالونيا الإسباني في ظل تصعيد للمواجهات بين مؤيدي الانفصال والقوات الأمنية. ورفع المحتجون الذين خرجوا للشوارع لليوم الرابع على التوالي رفعوا لافتات تندد بحكم المحكمة العليا الإسبانية والذي يقضي بسجن 9 من قادة الإقليم المطالبين بالاستقلال لفترات تتراوح بين 9 و13 عاما، فيما قامت قوات الأمن بتفريق المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع قبل الوصول إلى المباني الحكومية. فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على واردات أوروبية بقيمة 7 مليارات ونصف مليار دولار. دخلت الرسوم الجمركية حيز التنفيذ وتشمل طائرات من تلك التي تنتجها مجموعة إيرباص الأوروبية للصناعات الجوية، فضلا عن بضائع فرنسية وسويسرية. أوضح الممثل الأمريكي للتجارة أن الجزء الأكبر من العقوبات سيطبق على السلع المستوردة من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا بسبب ما قيل إنه دعم غير قانوني لمجموعة الصناعات الجوية الأوروبية. ذكرت صحيفة أساهي اليابانية أن طوكيو قررت إرسال قواتها للدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز بدلا من الانضمام للتحالف الأمريكي لحماية السفن التجارية. وكانت تقارير يابانية قد ذكرت أن طوكيو قد لن تنضم للتحالف الأمريكي بسبب علاقاتها الاقتصادية القوية مع إيران.
محليا دشن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي منطقة الخدمات اللوجستية بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، حيث ستسهم في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، فضلا عن توفيرها آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة. من أجل دفع عجلة الاستثمار وتحقيق الرواج التجاري والاقتصادي للمحافظة، دشن وزير التموين منطقة البحيرة للخدمات اللوجستية التي ستساهم في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة. المكان هيبتدي يدوروا شركة من الشركات اللي بتوزع مواد غذائية، شركة كازيون، وهتبتدي توزع في المنطقة بتاعت البحيرة دي لمجموعة محافظات قريبة من البحيرة. احنا نبعد 50 كيلو عن كارفور اسكندرية، نبعد 50 كيلو عن اسكندرية من سموحة والزراعي القديم، طبعا البحيرة نفسها بتوزيعاتها كلها. المنطقة اللوجستية الجديدة تستهدف أكثر من 10 ملايين نسمة بالبحيرة والمحافظات المجاورة، وذلك باستثمارات حوالي 5 مليارات جنيه، وتعكف الدولة خلال الفترة القادمة على تدشين مشروعات لوجستية مماثلة في 6 محافظات هي الإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر والشرقية والفيوم والوادي الجديد. المنطقة دي كلها عبارة عن منطقة لوجستية متعددة الأغراض، وحطينا حجر أساس من 6 أشهر أو أكتر. كل هذا العمل لصالح المستهلك. عندما ابتديته قلت له عايزين نضبط أسعار السوق، قلت لكم ما ينفعش نضبط أسعار السوق إلا نمرة واحد إن يكون البضاعة متاحة، نمرة اتنين إن يكون قابلة إنها توصل لك، فعشان تبقى قابلة توصل لك ومتحكم فيها وكده كان من المهم أن نعمل المناطق اللوجستية. المشروع مقام على مساحة 96 فدانة، ويشمل سوق تجاري وأماكن مطاعم وأماكن مخصصة للأسواق المفتوحة، وسيتم طرحها على المستثمرين بنظام حق الانتفاع وعدم السماح ببيع الأراضي الخاصة للمنطقة. احنا في المنطقة بتاعتنا 26 فدان، ال 26 فدان دول هيتعمل فيهم سوق خضر وفاكهة ولحوم وأسماك ودواجن، سوق كبير على مساحة تقريبا يوصل ل 14 فدان. بناء على توجيهات القيادة السياسية ده هيتعمل من سنة ل 18 شهر، هيوفر 7000 فرصة عمل دائم و 15000 فرصة عمل موسمي. حوالي 8 مليارات جنيه هي حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها للمنطقة اللوجستية بدمنهور، كما أن مثل تلك المشاريع تعمل على تقليل الفاقد الناتج عن النقل، وبالتالي ستنعكس بشكل إيجابي من خلال توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة. وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الجولة، هذا تذكير بعناوينها. السيسي يؤكد أن الجامعات المصرية ستواكب نظام الاختبارات المميكنة ضمن خطة تطوير التعليم العالي. تركيا تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بشمال سوريا وتقصف منطقة رأس العين. رئيس الوزراء البريطاني يبدأ اليوم مهمة إقناع برلمان بلاده باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا الكرام، انتهت جولتنا الإخبارية، ولمزيد من الأخبار دائما تابعوا موقعنا الإخباري actionnews.tv. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.